عمليتي افتتاح مركز الابتكار الزراعي تنفيذا لتوجهات الرئيس رشيدة، وكذلك تنفيذا لقرار صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه باعتبار عام 2015 عام الابتكار لدولة الامارات. مركز الابتكار الزراعي سيساهم الى خلق شراكات مع كافة الأطراف سواء من منظمات عالمية، شركات، جامعات محلية وعالمية، قطاع خاص ومزارعين كذلك، لتطوير حلول وتقديم منتجات مبتكرة تساهم في معالجة ومواجهة كثير من التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في دولة الإمارات. نأمل من خلال هذا المركز من تطوير منتجات مبتكرة يعني تواجه وتكون يعني موجهة لمعالجة كثير من الإشكاليات التي تواجه قطاع الزراعة في دولة الإمارات، وفي مقدمتها موضوع المياه. هذا المركز سيوفر العديد من الفرص للباحثين، سيوفر العديد من الفرص للجامعات والشركات والمنظمات العالمية وكذلك للباحثين لتقييم ودراسة وتطوير منتجات مبتكرة يعني موجهة لبيئة الإمارات وموجهة لخلق وإيجاد حلول لتواجه القطاع الزراعي، سواء ما يتعلق بالتقنيات، ما يتعلق بالأساليب الزراعية، ما يتعلق بالأصناف التي تكون زراعتها، في حزمة من المجالات. إن شاء الله من خلال هذه الشراكات نأمل أن هذا المركز يكون منصة مثالية للابتكار الزراعي في دولة الإمارات.